تحياتي لكم مشاهدينا متابعينا عبر قناة سماء الفضائية. ما زلنا في تغطية دائمة لجميع الوفود التي تصل إلى مدينة حلب من قوافل سواء كانت جوية أو برية. نحن الآن في ملعب الحمدانية، هذا المكان الذي اليوم ومنذ أن بدأ ضرب الزلزال مدينة حلب اكتظ بأهالي الذين طبعا شردتهم هذه الهزات الأرضية، فخرجوا من منازلهم ووصلوا إلى ملعب الحمدانية. طبعا العديد من الأصدقاء والأشقاء وصلوا إلى مطار حلب الدولي أو عن طريق البر. نحن الآن مع الأصدقاء العراقيين الذين وصلوا بوفد كبير إغاثي سواء كان من الآليات أو كان من الإغاثة الطبية أو من الدعم الغذائي. طبعا هنا عدد كبير من الأهالي تجمعوا في ملعب الحمدانية هربا من الزلزال الذي ضرب مدينة حلب. بداية نتحدث مع المسؤول عن الوفد العراقي أبو علي كوفي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك حاج، خبرنا عن عملكم هنا، إمتى جيتوا وصلتوا على حلب؟ بالتأكيد احنا وصلنا قبل أكثر من 40 ساعة وأكثر، وشرعنا بحملة غاثية طبية غذائية كذلك هندسية، شرعنا بالتنسيق مع حكومة حلب المحلية في استكشاف المناطق الأكثر تضررا، وبالفعل بدأنا بإغاثتها بخلال عشرات المعدات الهندسية والآليات المتخصصة في الإنقاذ والبحث عن الضحايا، وكذلك فتح الطرق بالإضافة إلى المجال الطبي والمجال الإغاثي من المواد الغذائية، التجزئة الانفرادية والمواد الغذائية وغيرها. بالتأكيد هذه باكورة القوافل بعد في صدور فتوى المرجع العظيم السيد السيستاني بضرورة دعم الشعبين السوري والشعب التركي. بدأت الآن القوافل تنهال على القطر العربي الشقيق، السورية، سوريا البطلة التي تحملت الكثير. نحن حقا ممتنين لهم على صمودهم وعلى تحملهم لأكثر من هذا الزلزال، زلزال الإرهاب وزلزال الحصار وزلزال المواجهة. أعتقد هذا إن شاء الله يتعدى بخير وسلام ويتحول إلى فرصة، هذا التحدي الكبير نحول إلى فرصة كبيرة. إحنا بمجينا حقا كسرنا الحصار على هذا الشعب، والفتوى بحد ذاتها كذلك كسرت الحصار. حاجة والي، يعني عدد آليات اللي وصلت لمدينة حلب عندك فكرة؟ نعم، عشرات، أكثر من 150 آلية ومعدة مختلفة هندسية تخصصية، كذلك مئات المنتسبين الأفراد من الحج الشعبي، هندسة الحج الشعبي، وسوف تتبع كذلك قوافل أخرى وأرتال أخرى لدعم أهلنا في سوريا. شكرا حاج ابو علي الكوفي. طبعا ونحن قادمون الى ملعب الحمدانيه وجدنا على طرفي الاوتوستراد يعني عدد كبير من الاليات التي وصلت الى مدينه حلب دعما لاهالينا، وحتى في الوقت الحالي هناك العديد من المباني التي تنهار، يعني هي ممكن ان تقدم الدعم في ازاله الانقاض بعدما تم انتشال العدد الكبير من الاهالي كما تبعتم معنا ضحايا هذا الزلزال. ايضا بالإضافة وبالتوازي مع العمل الهندسي هناك أيضا عمل إغاثي يقوم به أصدقاؤنا وأشقاؤنا العراقيون هنا. يعطيك العافية أبو علاء، جهودكم مشكورة، يعني وجودكم كان له صدى كتير كبير. نحن مثل ما قلنا شفنا الآليات موجودة ومنتشرة في كل مفاصل مدينة حلب، في كل الأحياء التي مدمرة والتي الآن مهددة المباني بالسقوط. على في المجال الإغاثي ماذا تستطيع أن تعطينا تفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة النداء الإنسانية واستجابة نداء الطفل السوري الذي استغاث بالحاج أبو مهدي المهندس، شرعت هيئة الحشد الشعبي مديرياته ومعاونياته ومن ضمن المعاونية معاونية شؤون الطباب المقاتلين بتسير أكثر من 40 إسعاف مزودة بأجهزة طبية وأدوية. منذ أول وصولنا إلى المستشفى باشر بإنشاء مستشفى ميداني متكامل ونشر أكثر من 20 إسعاف. نتابع هنا المشفى الميداني، هذا مشفى ميداني ب16 سرير مزود بأحدث الأجهزة، مونيتور دي سي شوك، كادر طبي متخصص، أطباء كوادر وسطية، التعاون مع الأخلون الأطباء السوريين والتنسيق مع مستشفى جامعي في حلب، إضافة اللي احنا نشرنا في جميع المناطق حلب العزيزة مفارز ميدانية متنقلة. نعم. هناك يعني منتشرون فقط في ملعب الحمدانية أو هناك نقاط أخرى؟ لا، في الياسمين، في جميع المناطق اللي تعرضت للزلزال منتشرة مفارز ميدانية. نعم، شكرا لك أبو علاء. إذن كما تتابعون معنا هناك عمل كبير وجهد كبير خاصة في منطقة الحمدانية، هذا الملعب الذي يضم عدد كبير من الأهالي. يعطيك العافية. ابن
ابنك؟ ابني معه سعالة قوية كتير يعني عم يقتنع بالليل معنا، يعني كتير سعالته قوية. كيف استقبال الشباب هون؟ والله ممتاز، كتر ألف خيرهم، كتر ألف خيرهم والله. والله حرام، وقت ما قلت لهم فحصوه حطوا رزاز، قال لي كل 12 ساعة بده رزاز. اي حرام. وفروا لكم الأدوية أو شيء؟ والله كله متوفر، الله يحن عليهم. والله أعطوني، والله أنا عم بجي من صلاح الدين بيتي، عم بجي بيعطوني دواء، بشرب الدواء والرزاز كل 6 ساعات مرة. اي والله هيك. على العافية إن شاء الله، على العافية. فينا نشوف كمان حالة ثانية بالمشفى الميداني مثل ما تابعتوا؟ نعم، كل ما عم تابعوا معنا. ما بعرف اذا في حدا من اهل ال دكتوره يعطيك العافيه. الله يعافيك. خبرينا كيف وضعهم الست؟ هلا هون الست عندها انخفاض يعني بالاكسجين، وعندها اقياء وارتفاع حراره شديد، وهلا حاليا عندها غياب عن الوعي. عم تجبتوها لهون شوي بصدمات؟ ايه، نحن جبناها هون على المشفى الميداني بسبب سوء حالتها، يعني غابت عن الوعي. جابوا لنا اياها كانت قومه كامله، فهلا صحيناها الحمد لله. وضعها يعني شبه مقبول، بس بحاجه مشفى، يعني بحاجه قبول بالمشفى، لانه عندها كثير يعني انه لازم اكسجين. يعني المهم هون كل شيء متوفر بالمشفى الميداني الحمد لله، يعني بالنسبه للاكسجين وللاجهزه ولكل المعدات كله متوفر. بس يعني في شغلات حاليا يعني ما عم نقدر نسيطر عليها، بس بالنسبه لهون كل شيء عندنا متوفر، يعني مشفى كامله الحمد لله، يعني كل شيء لحد الان مسيطرين على الوضع. شكرا كثير لك. مثل ما تبعتوا معنا مشاهدينا، يعني مركز كامل ومتكامل، سواء من الاغاثه الطبيه او الغذائيه او من الاغاثه ايضا الهندسيه. الان يعني الاليات تنتشر في كل مكان، الخدمات تقدم للاهالي بشكل سريع وبشكل فوري، وكل ما يحتاجه الاهالي في مدينه حلب متوفر في هذا المركز. تحيه لكم مشاهدينا، كنت معكم انا كنان علوش من ملعب الحمدانيه بحلب الشهباء.